وللحديث أكثر حول هذا اللقاء الاستعراضي معنا مباشرة وعبر القمر الاصطناعي موفد قناة ميديا تي في إلى مدينة العيون الزميل نوفل عاملة. نوفل مساء الخير. سنور عبد الله وتحية أيضا للزميل عبد الله الأحمد. نوفل، إذن 24 ساعة بالتمام والكمال تفصلنا على انطلاق هذا اللقاء الاستعراضي، كيف هي الأجواء في مدينة العيون التي تحتفل على غرار باقي ربوع المملكة بذكرى 40 المسيرة الخضراء المظفرة، وهل من جديد حول توافد النجوم المشاركين في هذه المباراة الاستعراضية؟ يعني عبد الله الأجواء هنا في مدينة العيون وربما في الأقاليم الجنوبية وكل مدن المملكة، ولكن الأقاليم الجنوبية العيون على وجه الخصوص وكأن أجواء عيد إن صح التعبير، لأن اليوم ساكنة المدينة وساكنة هذه الأقاليم الغالية على قلوب الجميع خرجت عن بكرة أبيها في الشوارع لتحتفل بذكرى المسيرة الخضراء وكأنها بعثت من جديد. رسائل تؤكد على وحدة الشعب المغربي، تؤكد أيضا على حقيته وأيضا على عدالة قضيته فيما يتعلق بقضية الصحراء، وبالتالي ستستكمل ربما هذه الاحتفالات إلى جانب الشق السياسي الشق التنموي الذي سيشهده الإقاليم الجنوبية يوم غدا بالزيارة الملكية. هناك أيضا الجانب الرياضي وكان بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دخلت من باب الدبلوماسية الموازية إن صح التعبير لتحقق ربما الرياضة ما عجزت عنه السياسة، استقطاب لألمع نجوم الكرة العالمية وأيضا نجوم الكرة الأفريقية للعب مباراة استعراضية تتكون من ساعة ونصف ولكنها ستقسم على ثلاثة أشواط، كل شوط بمدته 30 دقيقة. بعد ذلك لها حفل فني كبير جدا، وأيضا سيكون هناك حضور جماهيري كبير، لأن أيضا الجماهير المغربية لا تقتصر فقط على ساكنة الأقاليم الجنوبية أو حتى مدينة العيون، ولكن يعني في الطائرات في الحافلات في كل المدن المغربية يتوافدون جماهير الأندية الوطنية أيضا بالأقمصة الوطنية هذه المرة بألوان العلم المغربي لكي تحتفل يوم غد بحضور نجوم الكرة العالمية كما قلنا، وعلى رأسهم دييغو أرماندو مارادونا وبيدي بيلي ونادر السيد محمد أبو تريكا فارس بودربالا الزاكي من المغرب وعدد من النجوم الكبار من كل أنحاء العالم، وسائل إعلام أيضا محلية وطنية أجنبية حضرت لتغطية هذه المناسبة الكروية التي لديها أكيد أبعاد سياسية ولديها أبعاد ربما تؤكد أن هؤلاء النجوم الذين حضروا بدون أي مقابل مادي لديهم حب لديهم احترام كبير جدا للمملكة المغربية. في تفاصيل أيضا سيحضر نجوم العالم والكرة الأفريقية يوم غدا تقريبا في الساعة 1 ظهرا إلى مطار العيون، ومن ثم سيكون هناك ربما جولة في عدد من مرافق المدينة إلى أن نصل إلى نقطة الاحتفال المباراة الاستعراضية التي ستنطلق في 9:30 وقد تم تأجيلها لأسباب تنظيمية. على العموم مبادرة رياضية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحسب لها باستقطاب هذه الأسماء اللامعة لكي نؤكد وإن عبر وسائل الإعلام العالمية بأن المغرب اليوم مغرب للوحدة مغرب للتقدم والتنمية، وشهادة التقدم والتنمية يأخذها من كبار عالم السحرة المستديرة. ولكن لأتحدث بتفاصيل أكثر عبد الله سأستضيف معي العضو الجامعي ميلود أجاف، هو ابن المنطقة رئيس مولودية العيون ولديه ربما مسيرة حافلة جدا في كرة القدم. حدثني عن المبادرة التي تقدمتم بها كجامعة جديدة ربما في عالم كرة القدم المغربية من أجل استقطاب مارادونا وأسماء لامعة للعب مباراة استعراضية يحضرها جماهير الأقاليم الجنوبي وأيضا جماهير المملكة ككل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد باش نرحبوا بقناتكم في مدينة العيون وتعيشوا معنا هذه الأجواء الاحتفالية النادرة المميزة اللي كتعرفها مدينة العيون، وبالتالي جميع الأقاليم الجنوبية اليوم هم في عرس كبير في عرس تاريخي، يعني السكان كيخرجوا تلقائيا من نفوسهم كيعبروا على الفرحة ديالهم الذكرى ديال 40 سنة ديال عيد المسيرة عيد التنمية وعيد استقلال هذه الأراضي هذه، وكذلك فرحتهم بقدوم جلالة الملك في زيارته الميمونة لهذه الأقاليم هذه. فيما يخص بادرة الجامعة الملكية لكرة القدم فيما يخص المباراة الاستعراضية اللي غادي تعرفها عاصمة الصحراء غدا العيون بمركب الشيخ محمد الأقضف، أعتقد بأن ربما ما عززت عنه السياسة اليوم الرياضة والجامعة الملكية أبت إلا أن تكون داخل الدبلوماسية الرياضية من بابها الواسعة. لا يعني اكيد ربما تحسب لكم هذه الخطوه، ولكن بالحديث عن الزياره الملكيه يوم غد بالحديث عن الذكرى الأربعين للمسيره الخضراء بالحديث عن الاقاليم الجنوبيه ماذا قدمتم كمكتب جامعي جديد في التنميه الرياضيه لهذه الاقاليم؟ اولا لابد نشير واحد الاشاره ولو مقتصره جدا بان هذا النشاط هذا اللي لهذه المباراة الاستعراضية الكبرى اللي غتعرفها مدينة العيون، يعني ما جات من صدفة ولا جات بطريقة سهلة، يعني جات بواحد العمل كبير ديال المكتب الجامعي وتدخل السيد الرئيس فوزي لقجة شخصيا وبعلاقات الجامعة مع مجموعة من مع الإخوان اللي تربطهم بهم مجموعة من العلاقات باش نجيبوا هذه النجوم من طينة مارادونا باسكال نجوم العرب أبو تريكا
نجوم المنتخب الوطني الناخب الوطني بادو الزاكي التيمومي الى غير ذلك، وهاد النجوم كلهم جاوا مجانا حبا لهذا الوطن، حبا لملك هذا البلاد، حبا للديمقراطيه والتنميه الحقيقي اللي صبحت تعرفها هذه البلاد، واللي جاوا مجانا. هذه فيما يخص ما قدمه المكتب الجامعي الجديد، فاعتقد بانه سنتين لهذا المكتب الجامعي اليوم مجموعة من الأوراش فتح على الصعيد الوطني وخاصة هنا بالأقاليم الجنوبية. أول ورش تم فتحه هو يعني البنية التحتية، يعني 9 ملاعب ستعرف النور بالقريب العاجل بالأقاليم الجنوبية، في جماعة أخف النير، في الطرفاية، ملعبين في العيون، ملعب في المرسى، في طاطا، في آسا، في سمارة، وهناك لائحة ثانية الشطر الثاني ستعرف بعض الملاعب الأخرى. ونضيف إلى كلامك سيميلودو وإصلاحات التي شهدها ملعب الشيخ الغضف أيضا الذي يخص ملعب أو نادي شباب المسيرة الممارس في القسم الوطني الثاني. إذا على العموم كما تفضل سيميلود أو حتى كما نشاهد ونعاين في مدينة العيون وحتى الزملاء في الداخلة في بوجدور في عدد من المناطق في الأقاليم الجنوبية، هي احتفالية كبرى عبد الله لا تقتصر فقط على السياسة أو حتى على التنمية الاقتصادية أو حتى على كل الأوراش المجتمعية التي تعيشها الأقاليم الجنوبية، ولكن ستستكمل يوم غدا باحتفالية رياضية بالمباراة الاستعراضية. أعطيه 10 ثواني فقط إلى عنده إضافة. إضافة قصيرة جدا في إطار الأوراش اللي فتحت الجامعة، يعني كان عندنا مشكل هنا في الصحراء تعاني منه جميع الأندية، المكتب الجامعي حل المشكل، يعني جميع الأندية اليوم توفر عندها النقل من يعني مجانا من الجامعة باش يمكن لها. شكرا. من الصعب بما كان أن نحصر التنمية الرياضية في الأقليم الجنوبي في مداخلة، ولكن دعوة عامة ربما للجماهير لكي يشهدوا الاحتفال يوم غد المباراة الاستعراضية وأيضا الاحتفال الفني الذي سيشهده ملعب الشيخ الغضف يوم غد هنا في مدينة العيون. عبد الله نوفل العام لمفد قناة ميدان تي في مدينة العيون، شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء في مواعيد لاحقة.